سعيد حرام عليك، كم ساعة وانت قاعد في الفود كورت؟ ايه؟ الدهون في المأكولات السريعة بتفتك بالناس، خاصة الدهون المتحولة أو اللي نسميها ترانسفات، اللي كل الدراسات برهنت علاقتها بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى الزهايمر والاكتئاب، وايد أمراض. الدهون المتحولة موجودة في الطبيعة بكميات وايد ضئيلة، لكن في عام 1950 تحولت إلى وباء عالمي لأن عدة صناعات غذائية بدت باستخراجها من الزيوت النباتية وقامت تضيف على أي شيء، فصارت تشكل 33% من السمن النباتي والمارغرين وحتى 10% من بعض أنواع الخبز والمعجنات. اليوم يا سعيد، عدة دول وضعت قوانين صارمة بالنسبة للدهون المتحولة في الأكل، حتى في أمريكا ابتداء من يونيو 2018 ممنوع إضافتها في الأكل، وهالشيء يساهم في إنقاذ حياة 90,000 شخص سنوياً. وإحنا نتريى بعد تختفي هالدهون المتحولة في الإمارات بنهاية العام. وعساكم دوم بصحة وسعادة.